الاولانيه بالنسبه للعينات اللي بتتقدم للاستشاري، المقاول بيكون من حقه عينات ترجع يعني الحاجه اللي خدت ابروفد. لو متقدم مثلا 5 عينات، المقاول بيرجع له حاجه من العينات دي ولا لا، ولو كلها بتكون عند الاستشاري. بص، تمام. هو اللي انا عارفاه او اللي انا اشتغلت فيه ان المفروض ان هو بيبعت ال3 عينات ايدنتيكال زي بعض بالظبط، تمام، لكل سامبل هو هيبعته. واحده منهم بترجع للمقاول عشان يجيب زيها، واحده بتفضل عند الاستشاري علشان يستلم بيها، واحده بتروح للمالك علشان يتابع بيها الاستلامات الفاينل، تمام تمام. تمام فلو المقاول بيبعت مثلا 2، فهو كده استغنى عن حقه في ان هو ياخد العينه بتاعته، بس ما يقدرش يفرط في حق العينه بتاعه الاستشاري وبتاعه الكلاينت، تمام. أنا ليه من حق، ماشي، هو الصوت عندك بيقطع. معلش بس الشبكة، يعني لو قدم عينة خاصة بيه من حقه إن هي ترجع له عينة زيادة. ما هو ما زي ما بقول لحضرتك، هو المينيمم ان هما 3 عينات. لو هو نقص من ال3 عينات دول مثلا عينه، يبقى هو كده استغنى عن حقه هو، بس ما يقدرش يفرط في حق الاستشاري ولا المال. تمام. طيب النقطة التانية بالنسبة للوج الشوب دروينج، كنا قلنا في ديزاين دروينج ريفرنس، تمام؟ تمام. ده يعني بيكون ليها رقم معروف في ارقام الشوب درونج. هي بيبقى لها سيكونس نمبر، بتلاقيها مثلا 1 و2 من 10، 2 3 3، حاجات من كده، بتبقى حاجات تبع العقد الكونتراكت بتاعها. يعني تمام، الريفرنس بتبقى ده ما بيفرقش معاك انت على قد ما بيفرق مع المهندس، يعني هو اللي بيعرف يوصل للدوكيمنتس دي فين بالظبط في التندر. تمام، دي تعتبر ضمن الحاجات الديزاين، مظبوط؟ الديزاين اللي انت بتستلمه في اول المشروع بالظبط كده. تمام. تمام، ماشي يا فندم. تمام كده، شكرا.